صفحة قناص المدينة عدد من الأشخاص هم يقومون بسرقة أحجار المقرنص بواسطة سيارات حمل وين؟ مدينة الصدر، الأمر الذي أثار استياء أهالي المدينة من تكرار هذه الحوادث دون محاسبة المتسببين بهذه الظاهرة. في مقطع فيديو فنتابع التالي. الساعة 5 على الفلاح 25 و24 ويحمل بالمقارن. والله العظيم هاي جايب لبنجو قاعد نحكي هاي سكيبه، هاي نص سكيبه صعدها وهاي النص الثاني جاي يحمل بيه، ونقول نحكي على الدوله احنا ما بينا خير. مقرنص المدينه قاموا ياخذون من المقرنص مال المدينه يودونه للدسيم باوع، هاي قاموا يحملون بيه للدسيم. هذا رقم السياره.